قدام الرئاسي اي شخص يحب البلاد هيا ولا ويشبح انه مستقبل مظلم والضي مهناش وهارب عليه الضي يجي ياخذ لوحه من الشارع زهياء وعلامه ابيضه مش علامه مطبوعه في بومش ماشا ولا 14 لا علامه ابيضه علامه ابيض بروحي ومعاي الله بس ومش خايف منه لا هو ولا غيره بالله عليك شبي بيش صورك حول والله يا شبي ما في حاجه تفرقنا والله مقعمزين على الكراسي ويديروا في صفقات والله لما يمشوا لسخرات اثنين والله اللي مات عليه راحه والله لصغارهم عايشين برا ليبيا والباقي ما فيش واحد ولده ولا بنته عايش في الهمه هو وقاعد ما يطلعش ويدير اي من الاخيرك يا كلها ترحل معش نبوك مديروا انتخابات ودستور واللي يجيب الصندوق هو رئيس ليبيا ويلتموا عليه الليبيين كلهم اما نقعد في التفنقي هو قدم مؤخر واعطيه وترى له وزراء له معش نبو الموضوع هو وما تديرش تليفونات انت اللي داخل وتبلغ ويصور تصور وليبي على ما بيض لوحه من الشارع وانت مالك ما عندهم مش ضي جاي نطلب علي وعليك انا مش جاي نشحت منه ولا منك كانوا فاتريس البلاد هي سلميه ولا ما يوجهوكم ليمين ليسار هو عالم ريته لان ليبيين ريته بكره كل الالوان اللي موجوده كره هيك خدام من الاخير وكل الناس اللي ماتت الله يرحمها بالكامل من نهار نشأة ليبيا وهي من كامل ومنورين والله لا منورين ها بوليس دافع علي انا يعني دائما جيش انا داير مظاهره لا بروحي بنعبر على رايي ضايقتين انت شبيه موظف راه غير شويه بس نجي معك شويه انا ايه شنو احنا البلاد انت عندك ضيف الحوش باش علاش تجي معي سؤالي علاش تدافع انا يعني هذه نبي نفهمها البلاد مش ناقصه لقيتني ندمبر حارق قمه شنو الموضوع انا ما نطلع لا التصوير خليه لا يحول انت وجهك ما يبانش يجي معي قدام الناس انا ما نطلع اش يحرقوا قمات ويرموني زي كلب ملوح ما عرفوش من اللي بتلني خليك معي بس وما رجيش في قناه تطلعني وتقولي برا انا جيت بروحي قمت على مبيض وانت ما تقدرش تدير لي شيء لان اللي طالب بيه حتى انت تفضل نسمع فيك تو تفضل التصوير خليها دبا لايف راه يتفرجوا عليه العالم كله راه لا ما نقدرش نوقف انت تجي معي تدير لي حل سؤال بس لا ما ندريش انت دير لي حل انا موظف في الدوله لي 3 سنين ما خلصتش انا موظف في الدوله لي 22 ساعه من غير ضي انا شاب تام قرايتي انت ما تقدرش تدير لي حل يا شبيب انا جايه هو يرحل ما توقف معي هنا ما توقفش غادي لو انت توقف جنبي هنا نقول لك نديروا حل لو الليبيين كلها ما احنا هذه مشكله يا جماعه هو في المكتب واحنا نتعاركوا في بعض